نشرة حوار الطقس تأتيكم من قناة الحياة الجزائرية، أهلا بكم. نستهلها بالوضعية الجوية المتوقعة لصبيحة الاثنين، وحسب مصلحة الأرصاد الجوية بعد تلاشي ضباب الصبيحة والسحب السفلى، السماء رح تكون من صافية إلى مغشات جزئيا بمدن الشريط الساحلي التحاقا بالمناطق الداخلية. نفس الوضعية الجوية اتجاه شمال الصحراء بعد السحب العابرة على بني عباس الجنوب الغربي، الصحراء الوسطى، مرتفعات الهجار والتاسلي، وأيضا بالجنوب الشرقي. درجات الحرارة بعنبة 6 درجات، بالعاصمة 10 درجات، 13 درجة على وهران، 3 درجات بسطيف، 6 درجات على ورقلة، حتى على إليزي أقول على جانيت 8 درجات، بإليزي 7 درجات، على غرداية وابن عباس 12 درجة، بالجنوب الغربي 11 درجة، بأدرار و 8 رأس 6 درجة، الدنيا هي درجتين فقط، على تبس القصوى 14 درجة، بعين صالح وعين قزام. مرة نشوفوا الوضعية الجوية المتوقعة لظهيرة الاثنين. نبقى دائما تحت تأثير ضغط جوي مرتفع، سماء من صافية إلى مغشات جزئيا بمدن الشريط الساحلي التحاقا بالمناطق الداخلية. نفس الوضعية الجوية على شمال الصحراء، ورقلة، بن عباس الجنوب الغربي، سماء رح تكون ركامية وسحب كثيفة على عين صالح وعين قزام، واحتمال تساقط بعض الزخات من الأمطار الرعدية. درجات الحرارة 21 درجة على عنابة وتبسة، 20 درجة بسطيف والعاصمة، 25 درجة على وهران رح ترتفع، 23 درجة على ورقلة، 20 درجة على بني عباس، 25 درجة بالجنوب الغربي على تندوف، 28 درجة بعين صالح وأدرار، بتمن راس 26 درجة، 23 درجة على جانيت الدرجة الدنيا، 17 درجة بالبيض والقصوى، توصل حتى 30 درجة، وهذا بأقصى الجنوب الجزائر. مروا شوفوا الملاحة وأحوال البحر. البحر سوف يكون من هادئ إلى قليل اضطراب، هذا على طول الساحل الجزائري، مع سرعة الرياح تراوح من 15 إلى 20 كيلومتر في الساعة. نمر نشوفوا الحال كيفاش راح يكون في الأيام القادمة يومي الثلاثاء والأربعاء. إذا سماء من صافية إلى مغشى جزئيا بمدن الشريط الساحلي التحاقا بالمناطق الداخلية الشرقية بعد السحب العابرة، على شمال الصحراء، بني عباس الجنوب الغربي، الصحراء الوسطى، وأقصى الجنوب الجزائري. درجات الحرارة رح ترتفع، 23 درجة على عنابة، 25 درجة على وهران، حتى على تندوف 29 درجة، بعين صالح 28 درجة، على أدرار 27 درجة، على إليزي الدرجة الدنيا هي 21 درجة، على العاصمة تبسة، غرداية وبني عباس رح ترتفع القصوى 31 درجة، وهذا بأقصى الجنوب الجزائري. نشوفوا نهار الأربعاء إن شاء الله كيفاش راح يكون الحال. تبقى الأجواء مستقرة مع سماء من صافية إلى مغشى جزئيا بمدن الشريط الساحلي التحاقا بالمناطق الداخلية بعد السحب العابرة، على شمال الصحراء، الجنوب الشرقي، بني عباس الجنوب الغربي، الصحراء الوسطى، وأقصى الجنوب الجزائري. درجات الحرارة تبقى مرتفعة، 24 درجة بعنبة، 23 درجة على تبسة وغردية، 28 درجة على إليزي، 29 درجة بعين صالح وأدر، 26 درجة على تندوف، 21 درجة على بني عباس، حتى على وهران الدرجة الدنيا 19 درجة، بالعاصمة القصوى 30 درجة، بأقصى الجنوب الجزائري. نختم مشاهدينا بمواقع الشروق والغروب لتهم العاصمة وضواحيها. شروق الشمس 7:30 دقيقة، الغروب 6:33 دقيقة. للمزيد من المعلومات عن الجو والبيئة، ما عليكم إلا التواصل معنا على عناويننا التي تظهر على الشاشة. ختام النشرة الجوية، في أمان الله.